السلام عليكم ورحمة الله متابعي وتابعات منصة نوادي. احنا معاكم اليوم من تحت الشجرة مع بحارة سفن الأتراك الهاربة اللي مشات بخلصاتها. البحارة اليوم في 118 يوم هم تحت هذه الشجرة معتصمين يدوروا حقوقهم اللي هربت بها هذه السفن الأتراك. وجاء وزير الأول هون وعدل زيارته ومشى والآن حلت مشكلته، وجاء وزير الصيد مرتين، جاء سابق الوزير الأول وجاء عاقب الوزير وجاء مع الوزير الأول ولا أطراف ذش. والولاية إلى حد اليوم ما تخطات معاهم ذيك الاجتماعات اللقاءات الأولين اللي عدلت معاهم ولا أترشف قضيتهم. نظروا نعرفوا هذا البحارة شنو هي مستجدات عندهم، درا كانوا مستمرين ولا باقي لهم نهار الاثنين عيد اخذوا 4 اشهر. والله شنو باطل الافق اللي مازالوا لا يتم مواصلين فيه. تفضل النقيب. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحن باقي لنا نهارين عنا قفلوا 4 اشهر. هذا الراي هذا اللي قال باقي لنا نهارين عنا نقفلوا 4 اشهر. وجا الوزير وجا وزير الصيد ولقيناه دار حوار بيننا معاه، ومن فم جاء رئيس الوزراء، ومن فم وخلى وزير الصيد شخص هنا تيها كلفوا بلا الملك اللي هو مدير الوكاله للشؤون البحريه وجابرنا معاه. ويا للاسف الشديد كان دون المستوى لانه ما كان على 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 على, على, على قدر من المسؤوليه، لان ناقشنا معاه وعقف الاخير شك علينا بحمله، والله شك علينا مثلا هاي العاميه وكذب علينا وخلفه وعده. من المنبر ندو بذاك ونقولوا على انه للاسف الشديد يعطي صوره سيئه عن اللي قال وزاره الصيد، وعن اللي دائما نقولوا عنها خالد واحدين دائما نقولوا علينا تجمع وزاره الصيد ولا لا زين عندنا هذا. يعني بعد للاسف الشديد هذا الشخصيه الثانيه والله الثالثه بوزاره الصيد قعدنا معاه وتوافقنا معاه للنقاش وفي الاخير عقب قطعنا، وكان هو قال هو بعضهم سنه لانه هو كان مسؤول عن الملك. لا جديد يذكر اللي قطع عقب خطابنا معاه هو تعينا علينا الله نعدلوا مشية وهي اللي برنامجنا. بحارة فات اكدت وقالت علينا ماشية مقطرة وعد انه اكشوت من عجل علينا تجبر رئيس الجمهورية ينصفها، والله ما ينصفها الا ما تلا عندنا الحلول ما ولي اننا نجبروا رئيس الجمهورية. حساك مداخلتك والله بداية التقرير سولت عن الولاية، الولاية جبرناها اليوم ضربنا معهم نقاش ضربنا معهم حوار قري لحد الان ما فات عاد شي مثلا بيتحكموا بيدي. وبالنسبة لخيارات البحارة واضح لمن الواحدين فيه شافوا على ذلك قالوا وزارة الصيد ما قدمت شيء ولا هي مسؤولة للأسف شديد، ودون المستوى تعاطيها مع الملف مولي تعاطي مادة جبانة يعني مادة من خلعة ماني عارف ذاك ناتج عن اش، كانوا ناتج عن تحايل، كانوا ناتج عن ضعف قدام رجال الأعمال. وبالنسبة لي أنا بعد قد نصنفه لا على أنه ضعف قدام رجال الأعمال اللي هي اللي تم عود البحارة ذاك هي موجودة في الدائرة البحرية الشمس اليوم هذا فهم مادة لا اللي مبرمص واللي اسبوع الاسابيع الاثنين الماضيين من بحارة منقزين مولي من باخرة تابع للتراك من ذي الافتتاح ما للاسبوعين ضريك لا للاسبوعين ولا ثلاثة يعني لا اقول بداية شهر 12 نهاية شهر 11 ونقزوا تم التحايل عليهم مولي اخبار مرايا عند الادارة الاعلى وشكلنا مولي ما عالمين بهم. والبحارة كل دقيقة مبرمص واحد منا والله معدل له مشكل والحلول ما انجبرت، واللي هو مدير الوكالة الشؤون البحرية تبجح وقال انه لا يعدل وانه لا يواصل يخلي لحد الان ما رينا شيء. لي زوفيسيان ميكانيسيان هذوك ما هم اللي ورا لي زوفيسيان ديبون هذوك ما هم اللي عند الادارة كانوا هم اللي على انهم ممنين بطلوا مع 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 الاسماك ولين جاو هم اللي يدوروا اخلاصاتهم راهي تعرف ذاك اللي قالت لهم اللي الادارة اليوم نوع من التحايل الحرق الاضعف اللي قالوا البحار. اذا مشاكل الصيد ما تحصى ولا تعد، من ابسط هذا اللي موجود حاليا هاي البحاره لها 4 اشهر ما فات اجبار شي ملموس ما فهم شي ملموس. بالتالي ما ذيك نتمنى ان طلعتنا مدي مد عاد فما قاعد تحاول على انها تصقل لنا رجال الاعمال وتعدل المستثمرين وتعدل مد في صراع بين شي رجال الاعمال حيتان الثروه السمكيه. هذا يقولوا لا حد ما يعرف القطاع، حد يعرف القطاع يعرف اللي واقع فيه. اللي قالوا الصيد افتوا اللي قالوا رجال اعمال. رجال اعمال ايهم؟ ذول رجال اعمال تيفاي ولا رجال اعمال الاخرين؟ هو ما فهم رجال اعمال، فهم صماصرة تيفاي. فهم تيفاي، ولين نتكلموا هون لين نتكلموا لا على حالا الشق اللي قالوا الشق الاتراك. اللي قالوا الشق الاتراك الى حد الان ما فات نجبر في شيء.
دليل قال له شف الاتراك الى حد الان هو ما هو داخل في اطار اتفاقيه، هو ما هو داخل في اطار مساله مثلا قانونيه ذكيه. ما فهم قانوني سي نظم. ما فهم قانوني نظم ونتحداهم يجيبوا لك اتفاقيه بين الدوله الموريتانيه والحكومه التركيه. كي مثلا اتفاقيه اللي تعدل مع الاتحاد الاوروبي. هذا كله يمشي ويجيب هو قارب راسه. حسهم واحدين منهم سمعت لهم مداخلات واستثمار ونحن نبقوا نعدلوا. نبقي انا نطرح تساؤلات. هي ماده اللي يتعدى شنو؟ هو لا انعكس على البحار اللي راعي قاعد له اربع اشهر. لا انعكس على الظروف الصحيه، لا انعكس على الظروف الماديه، لا انعكس على الظروف الاجتماعيه. وهذا اللي يعدى شنو؟ والاتراك عدلهم قريب ما يناهز من 10 سنوات وما يفوحوا مياه موريتان. وهذا اللي يعدلوا شنو؟ لا بنيه تحتيه، لا بنيه صحيه، لا بنيه تعليميه، لا بنيه اجتماعيه وما عدش. فهم جماعه تقبض شمل الفضه وتوكلها الى حد الان بعد ما فات بعد ما فات وشي ما ظهر على البحار ما ظهر على انه لا يظهر على ماده ثانيه. هي ماده اللي انت تقالبها تجبر خلاصاتها ويحايد عليها ويكمب عليها ما ظهر لي على فهم شي معدل ولا فهم استراتيجيه تم تشداغ واستراتيجيه ونمط جديد ولا ينعدلوا. فهم روايه شفت الوكاله التجاريه تتشدق بها وقالت قالها انا مولي المدير المره الماضيه لا ينعدلوا انه دي سيرفيس يعود مات لي قد يجي قارب يقبل ليسانس ما اطرحها غارانتي. نختار نقول لهم علي انا عندي نسخه من الوثيقه اللي قط عدل واللي النم 93 94 هل اللي يجي قارب لا يقبل رخصه خاصه يطرح ضمان بنكير. هذه عندي منها نسخه ولا نقول لهم على ان البحار كان يحمي القانون وتحايلت عليه وزاره الصيد عن طريق القانون 2013 كانت فما ماده من القانون تحميه 357 في القانون الاول. يقول علينا القارب ما يخلص يدوب الاخلاص ما يخلص شهر ثاني يدوب وشهر ثالث نسحب من الرخصه. لا نقول لهم على انه راهو 2013 محلاك كامل. اذا هون الموحول فيه لا قال انا قد طرحت عليهم سؤالين. السؤال الاول لماذا ما يعود القانون فيه ماده تحمي البحار على انه لين تعدل شركه مخالفه تعاقب هي. والسؤال الثاني لماذا هذا من العياط والزياط نحن عدلنا ثلاث ايام الايام التشاوريه هون 2021 منين هما مخرجاته؟ منين هي مخرجاته؟ نحن هاو تساؤل طارحين نحن عليهم، ورانا طارحين مولي على ذيك الناس اللي تحاول انها تعدل من واحدين ثانيين زيطه وزنبليطه، رانا طارحين عليهم. ذا الاستثمار وذا اللي لا يعد لنا طريق من ذا الصيد وين هو هو من واقع هاي البحاره. هي البحاره قاعده لها اربعة اشهر. حد شافه وجهها يعرف انها تعبانه، عندها شي من العيال. للي لا يتقد تقول انت ما حدك تروح تطير طارين، ركض النازلين، انت ما حدك تصنف الصيد وتعدل وتواسي، انت قاعد تسوي وضعيه هاي البحاره، تسوي مشاكل ذيك البحاره اللي رايحه حاصله عند الاداره. اللي له شهرين ما يخلص واللي قاعد شركته منقزته واللي مات له اجبار الحوت كان يقبل به شهره له واللي واللي واللي. مشاكل الصيد ما توفوا ولا محلول منها شيء. اذا ما في شيء محلول. اذا تردوا ليش؟ هذا ردوا بالنسبه لي انا شخصيا كبحار كنقيب ردوا اولا عدم وجود الاراده. عند اللي قالوا المسؤول المعني بالشان الصيد ولا نعطيك ابسط مثل خالد شاب رحمه الله علينا وعليه يقولوا له لما مات ولا محمد الشريف ذاك شاب في مقتبل عمر جاء عدل لا 9 اشهر لا 9 على ذا اللي قالوا الدائره البحريه سابقا 9 اشهر عاد البحار حاسب بفم اداره عادوا عمال الاداره حاسين بفم اداره عادوا النقابات حاسين بفم الاداره عادوا رجال الاعمال حاسين بفم الاداره لأن جبرة الإرادة أصلح إدارة وأعطى الكل ذي حق حقه إلين يجي البحار شاكي يسول قال لهم شي عدل شكاية ونعت له الطريقة ينعت له الطريقة اللي يعامل بها مع الإدارة يمشي يقدم شقات ويجي تستدعى الشركة إلى عاد عنده حق ينقبض إلى عاد ما عنده حق قالوا له إذا ما عنده في حق ونعت له مدعي هو عنده في حق ويأخذ منهم طيب خاطر حد من ذاك التبتيب والتصمصير اللي كان يخرج حد من ذيك الفوضى اللي موجوده فهم وصبحت الاداره عندها هيبه من نفسها. اذا هذا كامل ينقالوا اعلنوا اعلن ما فهم الرجال اللي عندها الاراده يعني رجاله شخصيه حقيقيه مارق فيها اعلنها تثبت ارادتها وتثبت الشغله وتثبت شيء يبقى عبر بعد قاعه تاريخ لها هي. لا صمر عند الوزير للامين العام لمداراهم للناس كامله ما فهم حد يقدر يقطع شيء ما ريناه. لانه هذه الشخصيه الثانيه في الوزاره اللي انت قاعد معاه وتناقش معاه وتخلاك بالعهد هذا ما راه لي انت ما طمعش وزير نيني مرق عليك بخرجه اعلاميه ويقول لك نحن هذا نعتبره مش من الوقافه معنى انه هو لا تبكى تعود القوارب اللي ترخص لها تقول انا من اللي في وقافتها معنى انك انت شنو متفرقه من بيت رقادك تجي تقول انه ملك هناك بخرجه اعلاميه كبرها مولانا مؤتمر صحفي هذا يوحي علاج هذا يوحي للضعف الكادر اللي موجود عندهم في الوزاره وهذا ما هو من اليوم ذا من مدى ان نكرر معاهم من اليوم
جميع خرجاتنا من عند 2019 2018 كرروا، والاشكاليه على ما فهم اراده حقيقيه للاسراع. ومنين تلا يخلق حاربوه هما من انفاسهم، حازوا على شاب صغير وحالوه من منصور، قلت لك قدونا 9 اشهر. يقولوا لك هما ضريك في عايتهم، هما يقولوا لك على انك فهمت شيء، قالوا ميجاسيون على انك منين يخلق مشكل انك تحيلوا لها. ميجاسيون للاسف الشديد الناس ما مطلع على ميجاسيون، لجنه في الوزاره ذات عينه لا مديرها رئيسها اللي هو المدير الوكاله للشؤون البحريه. اللي خلي لكم بالاتفاق. اللي خلي بالاتفاق واعضائها ما فاتوا عينوا، هي بعد قاعده اللي تنظر فيه شنو. الثانيه مالكي، لماذا يعود ذاك يقول لي عد المحضر فيه 21 بحار في الحج مشكلته في 24 ساعه ما يقدر يعدلهم؟ لماذا لا عنده قانون وذا ما عنده قانون؟ ذا القانون اللي خول هذا المدير على انه يعدل هذا. ذا القانون اللي عطل ذا الراجل الهيبه على انه يستدعى لزارماتير، ومنها هم اللي القانون يقول ان الزارماتير لانه يعود ما يقدر يحكم على الشركه ما يقعد معه. اذا ذا القانون اللي عطل ذا الراجل انه يطبقوا بهذه الطريقه ما اعطاه لهم هم شنو؟ هذا الشاب اثبت على انه عنده رؤيه، اثبت على انه عنده اراده في اصلاح، واثبت على ارض الواقع يعلم بها الجميع. بينما هاي الجماعه كامل اللي متحاكمه في الوزاره ما ثبتت لنا شيء. وزاره عاجزه فاشله. انتم جابرتوا مع الوزير، والله بعد شفنا لكم فيديو انتم والوزير تلاقطوا فيه الكلام، ذاك علاش؟ الوزير اللي جا يبدو اني كي قلت لك الوزير، وذا قلت له هو مباشره الوزير، قلت له على جماعته اللي واقفه ومقتلوا فيها الصباح الاثنين رئيس الدائره البحريه ومدير الوكاله للشؤون البحريه، قلت له هذا قالطوك. قلت له هاي الجماعه تخالطك، والدليل على انها تخالطوا لانهم هو قال هو على انه مشاهم هو. وجات لك اللجنه، جات للدائره البحريه. غير نحن اللي اصحاب المشكل، ما تم استدعانا، ما تم الاتصال بنا، ولا جاونا. اذا السؤال مطروح هون، هما يقالطوه ولا ما يقالطوه؟ هما اللي جابوا لك شنو؟ قال لي اكتب لي، قلت له ما نحتاج نكتب له، لاني انا فتريته مباشره في الزياره اللي عدل هون، واعطيته رساله مكتوبه، وقلت له شفهي السؤال وين هو الفتوى والشطره من اجباري له؟ انا منين تم نكتب لك الى انت؟ انا كتبت لي الوزاره اداره مكتمله، يعني سلسله ماشيه ما توقف، يمشي وزير يرتب فم له. السؤال عن جانا وين هو الجواب اللي سولت انا عنه كامل واللي كتبت فيه؟ انا هو اللي ندور ذيك الاسئله ندور الاجوبه. قال لي يعني اكتب له. عقب خلاه هو المدير الوكاله الشؤون البحريه على انه يتكلم بالملف. ناقشنا معاه وفاوضنا وخلق شبه اتفاق، وكان دون المستوى يا غير مرقمين وملزمين بان ولينا نختار ذاك الخيار، حتى جنيتنا منيتو عقب خان العهد. دعايته هو على اننا احنا خلينا بالاتفاق، على ان جينا للوزير، احنا ما جينا لحد لو كنا اللي ندور نجو احنا ما قد حد يكلمنا، احنا عندنا كيفهم هما اللي تابعين، احنا كنا قطاع من سيف علي. ولا يعدل تخانتير ولا يلفلفلو ولا يتبع. عاد نشبوله بالفوق، لا شكينا انك قعدنا مع رجاله شخصيه كلمتها نتيجتها، وجبرنا قاعدين عايشين من الدراويش كاع ما نعرفوا من منين جاي. قال في سؤال دائما يطرحوا واحدين، على لماذا هذو البحار قاعدين هون معاهم لا نقيب واحد، وين بقيت النقباء؟ يعني نجبروا اثنين ثلاثه لا كثروا ثلاثه، قال هون في قريب من شي 20 نقاب. بالنسبه للنقابات فما 34 نقابه، 34 نقابه. هذيك نقول لك مالي تصنيفها لان الناس ما فاهمتها. خالقه هذيك 34 فما 14 منها مهنيه. و20 مركزيه، يعني ذاك الموجود منهم ممثلين اقسامها، ذاك نوضحوا للناس للراي العام. يا خير السؤال اللي طرحت كان زين عندي تعود طرحه على الاداره، لانها ادرى هي مثلا بالنقابات واسامهم ما يجون هنا شيء. شوف هذا اللي عندنا في النقابات لا هو اللي عندنا في الصحافه وعندنا في السياسه وعندنا في اسم شيء. كثرت النقابات وقلت الفايده. كثرت الصحافه وقلت الفايده، كثروا الاحزاب السياسيه وقلت الفايده. ضريك نحن ندوروا تخفيض، يعني تمحل النقابات ويقبضونا منهم من 3 إلى 5 ويخلق التصويت عليهم. يا كاشين النقابات لكن اذا كامل فهم جماعه عندها شي من المصالح الشخصيه تروحهم في الاداره تروحهم في الوكاله وهي لقاجات تمشي معاهم. قلت لي دائما نشوفكم انت نشوفوا كلا انت معاهم. انا بحار سابق نقي. وذي اللي اعطيت بحار اعطيته نعاني، اذا ذاك اللي نعاني منه ما تتقابل. تعاني منه ذي الجماعه وفي نفس الوقت دي جماعه ماني قابله تعاني. اذا حد حس بالظلم يعرف ذاك اللي فيه. ندور نوقفوا معاهم اليوم ونوقفوا معاهم الصبح ونوقفوا معاهم نهار ثاني. ولا نتبع ولا ننقبض. والمخالطات اللي يحاولوا واحدين يقالطوا عليهم ويقولوا لك لا النقاب النقيب يسوى هو منه قد اللي خلق لك.
تقعد عندك مصالح تاع الخارج شي قال له مبادئ. هذا البحاره انا نجي نوقف عليهم نعرف مشكلة شنو شايف انني ماني واقف معاهم والله ما كان الخارج شي بعد الرساله باسم نقابتي وديشارجيها عند الولايه وعند الاداره البحريه كاضعف الايمان على هؤلاء الناس على الاقل عندهم الحق وعلى ان يعرفوا تحدي السفن. وهذا بعد جا حفاظ لكن ما كرمش. نقاباتنا انا نجي الوالي الحكومه كانوا فما ونبحروا ذاك كانوا يقولوا شنو ونين يجوا الاداره الحكومه كانوا فما ونين الحكومه ذاك كانوا عندهم شنو الله جعل اعلم. يا غير بعد مع البحاره ما ريناهم ونين يجوا عندهم وقفه احتجاجيه هم اللي قدام للدائره البحريه نجبرهم كاع الاول يجبروا يعارضنا بعض منهم. ما نعرف كانوا مقموزين علينا ما نعرف كان مبادره منهم هما ما عرفنا انا نعرف ان البحاره يرجعوا للكتاب. فهمتني؟ يا غير مولي كامل يرجع للعامل لانه النقابات هم اللي اكيد اللي قلت كامل يحتاجوا على ان تعدل فيهم النافضه ويحتاجوا على ان هم اللي ينقبضوا بعين الاعتبار لان الشريحه مهمه الذي قالوا العمل النقابي والعمالي يحتاج على ان تعود فيه الناس اللي على المستوى يحتاج على من الناس اللي تعود. انا ما بالضروره اني نفوت وجه نكشف من حد ولا نقول خاص ولا نضايق معاه يقدر نعود مع لحقته نعود مع الحق اضعف الايمان. ما قلت انك مندد ما قلت هذا عدل رساله تو شارجي انت بعد من نفسك تنزه مثلا نقابتك هذا ما ريناه لا على مستوى المركزيات ولا على مستوى المهني. والنقابات انا لا نقول انهم يحتاجوا على انهم يتعدل لهم لفته لين ايه. وبالنسبه قضيه النقابه بالنسبه للمنتخبين المنتخبين لا كي مولي لا العاطه كبيره ولا ميدفع اللي قط جانا احنا من هون رئيس الجهه شاب شيخ من عينين نائب الرئيس نائب رئيس الجهه الشيخ من عينين والسيدي هيبه ونائبه التواصل هذو قطوا جاونا هون جزاهم الله خيرا قاعد يستقبلوا جانا النائب والسيدي موليد يقر بعد النواب مدينه نواذيبو اللي منتخبين من عن طرف الشعب سكان مدينه نواذيبو ويشدغوا انهم هم اللي يتكلموا باسم نواذيبو نقولوا ما انا كاحد ابناء نواذيبو مواطن نواذيبو لانهم بعد ذاك راهو لا تشداق لانهم ما يمثلون لان ما احنا ما يمثلون كيد عامله ما شفناهم وهم معنا كيد عامله ما جاونا كابناء ساكنه مولي ما ريناهم وهم من ترك كان النايب دداي والغيلاني جاكم لا لا ما في حد جانا هذيك الجماعه انا عديتك وجاونا جاوكم الا ثلاثه عديتك الجماعه اللي جانا من اللي قالوا المنتخبين نائب اجي دي امر نائب اجي دي امر وقف علينا هون 10 دقائق عندنا ولا 5 دقائق وقفت علينا نائبة التواصل جاتنا هنا تياها قعدت معانا جزا الله خيرا عمل يذكر فيشكر مشات لنا مساعدة مالية 50,000 قديمة ونائب رئيس الجهة ذاك قاعد كل مرة يجي جزا الله خيرا هذا من ذلك قالوا المنتخب حد ذاني ما رينا والله النائب والسيدي مولود زمن الشارع جا هون واستدعته الجماعة وجانا هون جزا الله خيرا عمل يذكر فيشكر من درا كانوا طرح قضيتكم في البرلمان الله تعالى أعلم شي ما نعرفه ما لا نعرف ان النايبه غير حسب اللي بنقل من الجماعه عندي عنهم اللي طرحه حتى ما على اللي كشغل كل اليوم المنتخبين سولتني على مالبة ما لا ما واحد ما واحد او بالنسبه لكم انتم انتم اليوم برنامجكم قلتوا ذكرتوا قبيل انكم تحضروا ولا تجهزوا مسيره راجله قيس نواكشو عقبه وهذه بدينا فيها هذه المسيره بدينا فيها من النهار اللي عدلنا التصريح في منصه المحيط بريس حول ذاك الاجتماع اللي دار بينا مع مدير الوكاله التجاريه شؤون التجاريه شؤون البحريه ذاك التصريح جبرت الجماعه وقبضت الجماعه القرار على انهم قطروا عدم وبريت اللي سواس انا ما فتنا مشينا تباركين على تحضيراتنا مازال فما شوي من هذا مثلا المسائل ترتيبات ترتيبات الدعم المادي واللوجستي والامور ذنبتهم يقال الخيار نقبض قرار لا رجعه فيه لان ماشي الى رضا الله اللي مازال دارتنا عنه لا تجهيزات والوقت اللي مولي ان شاء الله جهزنا ندوروا مولي عندنا قرار نهار ماشينا ونستدعوا مولي جميع المنصات والله وسائل التواصل اللي يبقي منهم مولي يحضر في انطلاقتنا يحضر فيه الى رضا الله. وشنو هي شنو هي بعض رسالتكم انتم شنو توجهوا الراي العام؟ الراي العام انا نختار نقول لهم على انه شيء مؤسف على ان تعتبروا عن ابناء موريتان وهذا ما يخلي على ان المواطن موريتان صار عنده ثقه في المسؤولين ولا في الدوله ولا في السياسيين على ان نعود مجموعه من ابناء هذا الوطن من شوابين ومن شباب من بيض ومن خضر ومن كحل ومن حمر قاعد لها 4 اشهر ناس تتوخر عليها في الصيف وفي الشتاء
وهي ما تدور ما هو حقها ولا يجاب راح حد قاع سنتين ما يجاب راح حد يعيش. رجال الاعمال اللي باركين ولا الصماصرة اللي باركين على حيوانها ما انشافوا قاع، ولا السياسيين ولا المتبجحين ما انشافوا. رغم على زياره الرئيس اللي كان يستعد لها مره ماضيه قاموا المبادرات الخيام اللي متناهون اللي دشن رئيس الوزراء مزقوله فيه 16 مليون، هاي 16 مليون كانت تقدم عطانا نحن حاله مشكلتكم والله هذا بعد جزء من المشكله. ما عاد ما حالته كان بعد حاله شو زمن الى عاد بعد ما حالته كان حاله شو زمن خلقوا المبادرات الناس جات العيوب فانا عندي وانا السماء وانا ترى الناس بعد تتوخر علينا يوميا. نحن بعد هنا تيغي خبطنا للسيافي والدخان والخبره والكمايين وشي يخنق وشي مخنز وشي ريحته زين وشي ما طرف. بالنسبه لي انا نقول على اني ما عندي ثقه بذلك قالوا المسؤول ولا عندي ثقه بذلك قالوا المنتخب، لاني ما شفتهم عندهم ما شفتهم عندهم ما شفتهم عندهم روح الوطن اعطيني عندهم الاراده في انهم يعدلوا. شفت الان نظري نظري ياسر غير التطبيقي واعر. شفت الشعارات الرنانة، شفت الكلمات الزينة، شفت الخطابات الزينة. لا بقى نوع من الخطابات ما شفناه ولا بقى نوع من هذا يقير ذي ينقالوا الإرادة ما شفت. وذيك هي العامل الأساسي، هي اللي تطور الشعوب وهي اللي تقدمهم، لأنه المسؤول يخص العود عنده برنامج جاد عليه هو سابق المواطن. غير احنا اللي تردنا هون باسم السؤال اللي نسمه تكلمت عن المسؤولين والله يعني من المعروف عن الساكن الساكن ساكنة نواريبو على الناطق الرسمي باسم السكان البلدية، البلدية هي الواجهة خلينا شوي الواجهة لمشاكل السكان كامل عمدة واللي يطرح مشاكل السكان. من كانكم انتم عمدة مدينة مدينة نواريبو كانوا مقطشاكم كانكم قد طرحتوا عليه مشاكلكم كانكم قد جابرتوا معاه والله قاعد تحس بعد مشكلتكم والله ما قاعد تحس به. زين بالنسبه لنا احنا ما قاعد جينا وبالنسبه له ما قاعد جانا غير بعد نحن يؤخذ علينا يوميا ماشي وجاي. بالنسبه علينا كون نقولوا علينا نقعد نعودوا فايتين ومن سابع المستحيلات علينا نعودوا فايتين. من سابع المستحيلات علينا نعودوا تو فايتين. كون ان احنا جينا ما جينا كون انه جانا ما جانا غير من سابع المستحيلات علينا نعودوا فايتين. غير انا راه اللي مولانا على المنتخب مهما كان منين يعود دول وسنين قلت لك قبيله على انهم ما من بالنسبه لي انا ما عندي هذا على ان المنتخب من حيث هو من اي مشكله في المدينه يعطي لا يجب عليه لين يعرف يسمع ذاك اللي عنده له يعرف حقهم من كذبهم لانك انت منتخب. هاي الجماعه قدعوا فيها مصوتين ذاك وقدعوا دوام فيها غير انت كمنتخب كنت عارف ذاك وجي اسمع راه ذاك قال لك واحد انا من الجماعه الدل. يا خير السؤال عندي انا هو المنتخب شاف تعود هو لين تعود للبلديه المتحدثه باسم الساكنه. انا بعد كاحد ابناء المدينه من سكانها خلاقهم في الطب التحتاني يقول لك ما تمثل البلديه ولا منطقه حره ولا يمثل شيء من دخل مثل راسي ما يمثلني حد هي اللي ما شفت ذاتي في حد. كي قلت لك على الاراده ما يخالقه اللي هذا المشكل اللي ضريك ذا هو له اربعة اشهر هذا عندنا ما هو مشكل لان رجال الاعمال لين تخلق حمله هذا اللي يتبرع ب 16 مليون واللي يتبرع ب 15 مليون واللي يتبرع ب 20 ولا سيما انتم ما عندكم اتحاديه رجال الاعمال تلاقي في اول نهار وعقابه وعندكم الاتحاديات اول نهار وعقابه وعندكم اس ام سي بي وعندكم هيئه السنين الخيريه وعندكم رجال الاعمال من انفسهم والله قايلين لهم على انهم رجال الاعمال المالكين البواخر فيره واحده من قالب واحد منهم خلصنا. اذا السؤال المطروح عندنا هون ليش انهم؟ اذا معنى انهم هم لا ينعتوا اعلن اكبر هيبه تراجل الاعمال من هيبه الدوله. يا غير في 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 اشكاليه يطرحوها واحدين دائما يقولوا عن سبب ما ينحل مشكله هول البحار النقيب حكي. مشكلتي شنو يعني؟ على انه دائما الصدام مع السلطات وان السلطات ما راضي عليه وش انه ما هو داخل اللي يدير السلطات شنو ذاك 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 لين جاوبك من ناحيتي انا هون كنت اتكلم معك في الاطار العام في الاطار الخاص انا ما امرك اداريه كان يلوي الحاج يعجب يبغيني والله ما يبغيني اللي انا اللي يبغيني درت عليه وقفه من التراب. باقي الدوله دي كره لي قالت عندي لاني انا ماني جابر شيء انا احد مواليد المنيب وقالبني قطعه من التراب العمل قالبني العمل الدين اللي حق من هون تي هذا انا حق الله اللي يحببني في الدوله شنو والله اللي يحببني في الحكومه شنو والله السلطات والله اللي يحببني في المعارضه شنو انا اللي يحببني في السياسه شنو انا وين مالي اشرت لك انا ما فهم انا اللي يحببني في السياسه شنو
انا ذا اللي حببني في الدوله شنو، ذا اللي حببني في الحكومه شنو، فقير ابن فقير ابن فقير، هذا اللي حببني فيه. انا ابسط شيء معاش ماني قاعد نعيش، كنت نشتغل اول 4 اشهر ولي ساب ذاك 4 اشهر انا نسال حقي لو كان مقري غير من خمسه لو كان مول بوتيك ساني الدين. السؤال عن جنان ذا اللي انا ديد انا بركو ندخل ديد، انا ضريت داخل افر علي نعود نساوم على اني ندخل ديد والله نمرقها. قال قول لهم علي انا من هذا المنبر راني انا قال لهم علي نعود هم اللي يحلوا مشاكل هاي البحاره، انا ماشي عن البحاره مستعد انا نضحي لين يعود لا يمر فيهم يحلوا هم مشاكل البحارة، انا مستعد نحوز عند البحارة لا تعود لهم هي الاشكالية. الى عاد بهم هم الا اعلن هاي البحارة اعلن حكيم يتكلم عنها واعلنوا ما هو داخل ليل. راني انا مولي قايل من المنبر للسلطات كاملة من اعلى سلطة الى ادنى اعلني راني حايز عنهم يكون يحلوا لهم هم مشكلة، لاني انا نعتبر اعلن لين ينحل مشكلة ما هو كافيني انا غير ما لي تخلي، لان هذه صراعات من ماذا انا نسمعهم. وهذا لا وين هو واحد قاربته هو فشل هو وين هو مي مسؤول فشل هو في ذلي واحد فيه يحاول انه يوجد شخص يدير عليه فشل. مثلا انا السؤال طرحت لي انت اعتبر على ذلي كنت تتوني عنه كامل انه مفشل من المنتخبين مفشل السلطات مفشل الاداريين، هادو لا يلزموا الحكيم. يقال السؤال لو انهم هما حلوا مشكل بحاره مطرح كان حكيم لا يقعد والله ما لا يقعد، لو كانوا حلوا هما مشكل بحاره معين حكيم. سابق ان اختمو سمعتك قبيل ذكرت قضيه على ان هم وحدين متباركين يبهامهم يبرزوا وحدين انهم مستثمرين ولا ذاك. القضيه نظر اختار تفسرها لنا شوي. ديك القضيه قط جماعه هنا كان من الصماصره ومن ضمنهم واحد من ضمنهم في البحاره اللي هون اللي عندنا بحاره هون كانوا عنده، ومن ضمنهم واحد ثاني راعي ماله اسبوعين ولا ثلاثه البحاره المنقزين اللي هو خارج صراع دخلوا هنا وحدين هنا بين ذاك الممثل التركي مستثمرين قالوا هم مستثمرين الا ذاك ممثل ولا ذو مستثمرين يكذب حمراء هذا ذاك اذا يوحد لنا هاي الروايه ينتهي بها ثروتنا نحن كمواطنين في صراع بينهم هما يقولوا لك مستثمرين هاو المستثمرين تبسم حيله تقنعني بانك مستثمر واستثمارك ما ينعكس على المدينه ولا ينعكس على عمالك اللي معك. انت استثمارك انعكس على بحار تعطيه 50,000 وهو القانون عطيه 100 وانت كاع ما راك عطيه 1000 انا استثمار. انت قالوا ما حدك تقلب قنمي انا عرات ما تقلب كاع عرات قنم. انت ما حدك تعدل استثمار ما تحاول على بحارتك اللي عندك تعدل لهم صندوق الضمان الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي وتوفر لهم خلاص ما انت ممكن لهم ما حد ينعطى لهم. انا استثمار. هذه لعبه دخلتها ماده حاجه في نفسها هي الدور توصل للناس روايه باطل في باطل. يا اخواني هذو الناس ينهبوا ثروتنا. هذو الناس اللي عدلوا قالوا الاستنزاف الثروه ولا من اليوم ان عمان نتكلموا عنه يا قير دريك بمعنى عادوا وحدين داخل متشيكي عادوا يعدوا لك انه فما وحدين متهجم عليهم وحدين 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 لا 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 ما في شيء. هذا بشقيه يمسرطوا ذي الامه وينهبوها وتو يعيشها لا لمتين لين فاقت. هذو اللي دعوا على انهم ابناء موريتان وانهم مستثمرين سووا لهم هم استثمارهم شنو مردوديته على المدينه والدليل عليها راهي هاي البحاره. هاي البحاره كانت عندهم هما انا ذني نقول لهم ذني خرصوا دوري يعرفوا واحد منهم مالو قلت لك اسبوعين والله ثلاثه منقذ من بحاره راعي مازالت اخبارهم عند الاداره وذوك من بحاره فيهم نقيبه رامله سووا المباشر سووا المشكل. ذاك سؤال ينطرح عليهم هما هم مستثمرين قالوا عنهم مستثمرين باش هما قالوا لك اتحاديه وين هو مقرهم هما بحارتهم لين يجوا يودوا لهم شرايكهم ما يجبروهم هما تليفوناتهم في الاداره تظل تلفان لهم ما يرفدوا تليفوناتهم هما من انفاس من اللي يخالفوا القانون يحتقروا الاداره اللي نقولهم ينصنتوا انا فت قعدت مع واحد منهم ويعرف ذاك اللي قلت له قلت له انه حد يكذب ما هو مسؤول وحد يعطي التعهد ما يوقف عنده ما هو مسؤول ما انا ما خلوهم من الاستثمار ومن الصراعات ومن الكذب اللي لا يعدلوا الراي العام يستثمروا في البحار ويخالطوا الراي العام هم الحلقه الاضعف اللي قالوا قطاع الصيد وهذا هذو اللبات اللي موجودين في وزاره الصيد هذو صراعات اطراف موجودين في وزاره الصيد لقد لا يتم الحلقه الاضعف دائما البحار. علاش؟ لانه لا ماده من القانون تحميه لا نقيب واقف عنه لا الدوله واقفه وراه وهذه هي الحقيقه. رسالتك الاخيره رسالتي الاخيره اختاروا الدوله تدير لنا رجالة صادقة اللي قالوا قطاع الصيد وهون لاهين نشير إلى نقطة تشتهي الوكالة التجارية البحرية إذا هي مكرية جديدة
نتحداك تجبر لي فيها واحد من ابناء مدينه نوادي، ونتحداك تمشي تبحث انت من جميع مرافق اللي موجوده في مدينه نوادي وتابعين لوزاره الصيد في مع احد من ابناء مدينه نوادي، ولا بقاو الصيح وحد حرطاني ولا بقاو وحد كوري ولا بقاو وحد بيضان، اللي يبقوا هما يصنعوا به. المهم عدد من موالد نوادي وما تجر. لا تجبر الناس الثانيه ولا يندار واحد على روايه ولا يجيب محيط هو ويوكل هو توكل جماعته واطرافه، واللهم ارحمني ولا ترحم معي احد. شكرا جزيلا.